Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre des équations. Les équations sont les mu'adalat. Et donc, je vais vous montrer les techniques qui, à travers elles, vont nous permettre de résoudre les mu'adalat. Premier exercice, deuxième exercice. Et donc, je vais commencer par l'exercice numéro 1. X moins 3 égale 6. On a le طرف الأول, on a le طرف الثاني, وبيناتهم تساوي. إذن غادي نخلف هذا الطرف الأول x وغادي نتخلص من هذا ناقص 3. إذن تابعوا معايا. إذن غنحط x غنخليها هنا, غندير تساوي, ثم غنحط 6 هاد ناقص 3. إلا حولتها للطرف الآخر غتولي عندي زائد 3. دائما إذا كان عندي عدد هنا سالب وبغيت نحوله للطرف الثاني كنبدل لي الإشارة ديالو غادي تولي زائد. إذا هنا غادي نكمل x كتساوي 6 زائد 3 9. إذا حسبت على x دونك ضروري تكتبو هاد لافخاز في الأخر, دونك 9 هي لا سوليسيون, هو الحل ديال هاد المعادلة, هي لا سوليسيون de cette équation. هاد لافخاز ضروريه, واخا توجد القيمه ديال اكس الا ما كتبتيش هنايا هاد لافخاز اذا الجواب ما تيكونش عندك كامل صحيح. غادي ننتقلوا للمثال الثاني, اكس بلس 11 ايكال 3 سور 2. اذا هنا كما قلت لكم غنخليها عندنا الطرف الاول والطرف الثاني, غنخلي غير اكس هنا وغادي نتخلص من هاد 11. اذا غنحط اكس هنا, غنحط 3 على 2, ثم هاد 11 عندي قدامها زائد. ملي غادي نبغي نحولها للطرف الثاني غتبدل الاشاره ديالها, زائد غتولي ناقص, ناقص 11. اذا انتبهوا جيدا, الا كانت عندنا يكون عندنا الطرف الاول والثاني, الطرف الاول والثاني ملي تكون العدد مسبوق بزائد وبغيت نحوله للطرف الثاني غادي يولي عندي فيه اشاره ناقص, ولا كان عندي عدد مسبوق باشاره ناقص وبغيت نحوله للطرف الثاني غادي تولي قدامه اشاره زائد. اذا هنا غادي نكمل اكس كتساوي, هنا كتلاحظوا عندنا 3 على 2 وعندنا 11, راه بحال 11 على 1 واخا ما مكتوبش. غادي نرجع هاد الاعداد يكون عندهم دينوميناتور كومان, يكون عندهم مقام موحد. اذا هنا شنو المقام الموحد؟ عندي هنا 2, هنا غادي ترجع 2, هنا غنحط 3, 3 على 2. هنا فاش ضربت 1 باش ولات 2 ضربتها في 2, اذا تحت الفوق. اذا هنا ملي ضربته في 2 حتى الفوق غنضرب في 2, 11 في 2 هي 22. إذا هنا بغيت نوضح لكم, ثم نكمل العملية نجزها. هنا إكس غتبقى كما هي, ثم هنا قلنا المقام موحد هو 2, 3 ناقص 22. هنا عدد صغير ناقص منه عدد كبير كتكون الإشارة سالبة, و تناخد العدد الكبير تنقص منه العدد الصغير. 22 ناقص 3 هي 19. حصلت على x كتساوي موان 19 سور 2, دونك موان 19 سور 2 كنحط هاد العدد القيمة ديال x هي لا سوليسيون, هو الحل ديال المعادلة, هي لا سوليسيون دو سيت إيكواسيون. الآن غادي ننتقلو للمثال ثالث. عندي هنا 5 على 2 موان اكس ايكال موان زان سور 4. اذا هنا كنا في هاد الطرف خاصها تبقى قيمة ديال اكس بوحديتها. اذا هنا غنخلي بعدا موان اكس حتى نحول 5 على 2 للجهة الاخرى هي الاولى. اذا 5 على 2 هنا راه بحال مسبوق بزائد, ملي غنحولو للطرف الثاني غادي تولي غيولي مسبوق بعلامة ناقص. هنا ناقص اكس, كتلاحظو هنا خصني نرجع هاد الأعداد عندها
دينوميناتور كومان، مقام واحد. إذا شنو المقام واحد هنا؟ هو أربعة. نحط هذا العدد ناقص واحد على أربعة، هنا ناقص، هنا غنضرب في اثنان وهنا في اثنان باش غنحصل على مقام واحد. هنا ولا عندي اثنان في اثنان أربعة، خمسة في اثنان عشرة، ناقص إكس كتساوي هنا عندنا مقام واحد هو أربعة، ناقص واحد ناقص عشرة هي ناقص إحدى عشر. ناقص إكس كتساوي ناقص إحدى عشر على أربعة. ملي تكون عندكم هنا في الأخير ناقص، قالت لكم هنا وناقص هنا، مباشرة غدير إكس كتساوي إحدى عشر على أربعة. دونك أون سور كاتر et la solution de cette équation. الآن غادي ننتقلوا للمثال الآخر. 3x moins 2 égale x plus 5. تنجيبوا الطرف الأول x، تنعزلوهم بوحديتهم، الطرف الثاني تندير فيه الاعداد. اذا هنا عندي 3 اكس كنكتبها، غادي نجيب هاد اكس لهاد الجهه، اذا غتحول لها الاشاره هنا بحال مسبوقه بزائد، ملي غنحولها تولي عندي ناقص اكس تساوي. هنا عندي 5، غنحول ناقص 2 للجهه الاخرى مسبوقه باشاره ناقص، اذا ملي غنحولها غتولي زائد 2، غنبدل الاشاره ديالي. الان غادي نحسب 3 اكس ناقص اكس، بحال عندي 3 ناقص 1، هنا واحد في إكس، ثلاثة ناقص واحد هي اثنان، اثنان إكس كتساوي خمسة زائد اثنان سبعة. لاحظوا هنا جيدا، ملي تيكون عندي عدد في إكس، اثنان في إكس، إذا ملي تنبغي نحول هاد اثنان تخلص من هاد الجهة الأخرى، الضرب تيتحول ليا قسمة، غنخلي إكس هنا بوحديتها، وسبعة غنحطها، ثم اثنان غترجع لتحت، الضرب تيتحول قسمة. إذا هنا راه واخا مكاتبينش ليكم هنا في، راه هي اثنان في إكس. دونك سات سور دو هي لا سوليسيون دو سيت إيكواسيون. مثال آخر، 2 إكس زائد 5 كتساوي 3 ناقص 3 إكس. إذا هنا في هذا الطرف غادي نعزل الأعداد اللي فيهم إكس، والطرف الآخر الأعداد اللي ما فيهمش إكس. 2 إكس هنا ناقص 3 إكس غنحولها هنا، غتولي فيها ناقص غتولي زائد، زائد 3 إكس كتساوي ليا 3. هنا خمسة غنحولها للطرف الآخر مسبوقة بعلامة الزائد غتولي فيها ناقص، هي ناقص خمسة. ثم اثنان إكس زائد ثلاثة إكس هي اثنان زائد ثلاثة هي خمسة، خمسة إكس كتساوي ثلاثة ناقص خمسة هي ناقص اثنان. عدد صغير غنقسم منه عدد كبير تيكون العدد سالب، ثم العدد الكبير غنقسم منه الصغير، خمسة ناقص ثلاثة هي اثنان. الآن بغيت نوجد غير القيمة ديال إكس، نحط إكس عندنا هنا خمسة في إكس، واخا مكاينش علامة الضرب، إذا قلنا الضرب أش كيتحول؟ كيتحول القسمة، غنحط ناقص إثنان وغندير القسمة، هاد خمسة غترجع لتحت. لاحظوا إذا كان عندي الضرب راه متنغيرش الإشارة، ماشي بحال الجمع والطرح. هنا بغيت نحول خمسة لهاد الجهة راه بدلت الإشارة، لكن ملي كيكون عندي الضرب تنرجعو القسمة دون تغيير الإشارة. إكس كتساوي ناقص إثنان، خمسة غادي نرجعها لتحت هي ناقص اثنان على خمسة. دونك موان دو سور سانك هي لا سوليسيون دو سيت إيكواسيون. دابا الآن غنشوفو هاد المثال، إكس بلس إكس موان زان سور دو égale 3x plus 2 sur 5. هنا كما كتلاحظوا عندنا دي فراكسيون كسور،
إذا هنا بحال عندي إكس على واحد، واخا ما عنديش واحد، إذا غندير مقام موحد هنايا. شنو المقام الموحد هنا؟ عندي خمسة وعندي اثنان وواحد، المقام الموحد غيكون هو 10. هنا ضربت في 10، إذا الفوق غنضرب في 10، إكس في 10 هي 10 إكس. هنا باش نشرح لكم، ثم هنا زائد اثنان، فاش ضربتها باش عطاتني 10، ضربتها في 5، إذا حتى الفوق غادي نضرب في 5، ولكن غنضرب العدد كامل، 5 في إكس موان زان كتساوي ليا 3 إكس زائد 2 على 10. هنا 5 فاش ضربتها باش ولات عندي 10، ضربتها في 2، إذا حتى الفوق غنضرب في 2، في 3 إكس زائد 2. دابا غادي نحسب، هنا عندي 10 إكس على 10 زائد، هنا غندير ديفلوبمون 12، 5 إكس هي 5 إكس، 5 في ناقص 1 هي ناقص 5 على 10 كتساوي ليا 2 في 3 إكس هي 6 إكس، و 2 في 2 هي 4. لاحظوا جيدا هنا الدروس راه مرتبطه، الا ما فهمتيش الديفلوبمون ما غتقدرش تنجز. راه كاين واحد لا فيديو في القناه يمكن ترجع ليه الا ما كنتيش كتعرف دير ديفلوبمون، يمكن ليا تخلص من هاد 10. اذا مباشره غادي نكتب هي 10 اكس، وغادي نخلي الفوق 10 اكس زائد 5 اكس ناقص 5 كتساوي 6 اكس زائد 4. هنا غادي دابا نخدم عادي، غادي ندير اكس في هذا الطرف ثم الاعداد في الطرف الاخر، 10 اكس زائد 5 اكس، هنا هذا العدد راه فيه اكس وبحال قدامه زائد، اذا ملي غنحولو غيولي ناقص 6 اكس، غتبدل الاشارة كتساوي، غنحط هنا 4 ثم هنا ناقص 5، غنحولها للطرف الاخر عندها إشارة ناقص، ملي غنحولها غتولي زائد 5. غادي نحسب الآن، 10 إكس زائد 5 إكس، 10 زائد 5 هي 15، 15 إكس ناقص 6 إكس هي 9 إكس، 15 ناقص 6 هي 9، 9 إكس كتساوي، وأربعة زائد 5 هي 9، إذا إكس كتساوي، هنا عندنا الضرب، ملي غنحولو للجهة الأخرى غادي يولي قسمة. نحول هاد 9 للجهة الأخرى تولي قسمة، إذا إكس كتساوي 9 على 9 هي 1. لقيت القيمة ديال إكس كتساوي 1، دونك أن إي لا سوليسيون دو سيت إيكواسيون، لا سوليسيون دو سيت إيكواسيون. غادي ننتقل الآن لهذا المثال، إكس بلس أن سور سيس إيكال دو، كتلاحظو هنا عندنا فخاكسيون، هنا إتنان راه فحال إتنان على 1، غادي نحاول ندير مقام واحد، عندنا إكس بلس أن سور سيس تساوي، هنا باش ترجع عندي 6 ضربت 1 في 6، إذا حتى الفوق نضربو في 6، إذا ب6 12. غادي نتخلص من 6، يبقى عندي إكس بلس أن إيكال 12، غادي نخلي غير البسط الفوق. الآن غادي نخدم عادي، غنخلي إكس وغنحول 1 للجهة الأخرى، غتولي مسبوقة بزائد، غتولي غنحولها غتولي مسبوقة بإشارة ناقص، تولي ناقص 1، إذا إكس كتساوي 12 ناقص 1 هي 11، دونك 11 est la solution de cette équation. الآن غادي نجز العملية التالية، لاحظوا جيدا عندي هنا ق
قوسين سبوكين بثلاثة، إذا غندير ديفلوبمون غادي ننشر ثلاثة في اثنان إكس هي ستة إكس، غتخلص من قوسين ثلاثة في ناقص اثنان هي ناقص ستة، زائد أربعة كتساوي ستة إكس زائد واحد. الآن اللي فيهم إكس غادي نديرهم في الطرف، الأعداد في الطرف الآخر، ستة إكس هاد ستة إكس غنحولها مسبوقة بعلامة زائد، إذا ما غتحولها تولي ناقص ستة إكس، غتبدل الإشارة ديالها، كتساوي ليا واحد ناقص ستة غنحولها للطرف الآخر غتولي زائد ستة، زائد أربعة غنحولها للطرف الآخر مسبوقة بزائد غتولي ناقص أربعة، كتبدل الإشارة ديالها، ستة إكس ناقص ستة إكس هي صفر إكس، كتساوي واحد زائد ستة سبعة، سبعة ناقص أربعة ثلاثة. هنا مباشرة تقدر تكتب صفر، غير أنا كتبت لكم صفر إكس باش نوضح، واش كاين شي عدد غنضربو في صفر وغيعطيني ثلاثة؟ ميمكنش. دونك سيت إيكواسيون نا با دو سوليسيون، ما عندهاش الحل. سيت إيكواسيون نا با دو سوليسيون، ليس لها حل. Le deuxième exercice, résoudre les équations suivantes. Adna x plus 1, entre parenthèses, 3x plus 6 égale 0. Des métiers qu'on a adna, c'est chaque idée. Yani adna x plus 1 égale à 0 ou 3x, zaid 6, tsawi 0. وغادي نخدم عادي، غنخدم هادي ثم غنخدم هادي، غنوجد اكس هنا وغنوجد اكس هنا، هاد المعادلة كتقبل الحل الأول والحل الثاني. إذا اكس بلس ان إيكالا زيرو، أش قلنا؟ تنخليو اكس هاد الطرف، غنحول زائد واحد للطرف الآخر مسبوق بعلامة زائد، إلا تحول غيولي مسبوق إشارة ناقص، غتولي موان زان، اكس كتساوي موان زان، هذا هو الحل الأول عندنا، 3x بلس 6 إيكالا زيرو، غنخلي 3x هنا. غنحول ستة للطرف الآخر غتبدل الإشارة، زائد غتولي ناقص، غتولي ناقص ستة. دابا غنتخلص من هاد التلاتة، غنخلي غير إكس، نحط ناقص ستة، قلنا إلا كان هنايا ضرب وحولتو للجهة الأخرى غيولي قسمة، غتولي ناقص ستة على تلاتة. هنا غنختزل إكس كتساوي، غندير لا سامبليفيكاسيون، ناقص ستة على تلاتة هي ناقص اثنان، حيت ستة هي اثنان في تلاتة. على ثلاثة نختزل ثلاثة تبقى عندي هنا إكس تساوي ناقص اثنان. دونك هنا لافخاص كيفاش غنكتبها، عندي جوج حلول، دونك موان زان ناقص واحد إي موان دو، جوج أعداد غنكتبهم سون لي سوليسيون، هما حلا هاد المعادلة سون لي سوليسيون دو سيت إيكواسيون. الآن غادي ننتقل للمثال الثاني، 3y و 5y بلس 2 إيكالا 0، 3y إيكالا 0 و 5y بلس 2 إيكالا 0، يعني هذا كيساوي صفر ولا هذا العدد كيساوي صفر، 3y إيكالا 0 دونك y إيكالا 0، يعني أن y تساوي صفر. و هنا 5y بلس 2 إيكالا 0، غنخلي هنا 5y، لاحظوا معايا بالنسبة للانكوني المجهول راه يقدر يكون x يقدر يكون y زاد، ماشي مشكل. إذا ملي تشوف y ولا زاد راه بحال شفتي x، ماشي تبدل عليك التمرين، غادي نخدم عادي. هنا غادي نخلي 5y كتساوي زائد 2، غنحولها للجهة الأخرى غتولي ناقص 2، كانت مسبوقة بزائد ملي غنحولها غتولي ناقص 2، هنا غنخلي y بوحديتها غنحط ناقص اثنان، عندي هنا الضرب، إذا خمسة ملي غنحولها غتولي قسمة، نجي تحت ناقص اثنان على خمسة، لقيت هنايا صفر، لقيت هنايا ناقص اثنان على خمسة، دونك هاد المعادلة شحال عندها من حل؟ عندها دو سوليسيون، جوج حلول، دونك زيرو إي موان دو سيغ سانك ناقص اثنان على خمسة، سون لي سوليسيون. De cette équation. Un, on va venir
نجزو هاد التمرين، عندنا هنا إكس مربع بلس إكس إيكالا زيرو، خصني نلقى غير القيمة ديال إكس. هنا ملي عندي إكس أو كاغي غادي نعمم وندير فاكتوريزاسيون إكس، شحال غادي يبقى ليا هنا؟ إكس 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 كاغي زائد هنا ملي عملت بإكس يعني غيبقى ليا هنا واحد إيكالا زيرو، يعني إكس كتساوي صفر ولا هاد العدد كيساوي صفر كما شرحت لكم من قبل. إيكالا زيرو هذا الحل الأول ديال المعادلة. ثم هنا إكس غنوجدها زائد واحد، إلا حولته للطرف الثاني غتبدل الإشارة، زائد واحد غتصبح ناقص واحد. إذا هاد المعادلة عندها جوج حلول، دونك زيرو و موانز صفر و ناقص واحد سون لي سوليسيون، هما حل هاد المعادلة سون لي سوليسيون دو سيت إيكواسيون. إذا هنا عندنا إكس مربع موان نو إيكالا زيرو، راه خصني ندير فاكتوريزاسيون. كيفاش غندير؟ إذا تذكرتو في المتطابقات الهامة اللي قريتو، عندنا أ أو كاري موان بي أو كاري، إلا بغيت ندير لها فاكتوريزاسيون فهي أ موان موان بي فوا أ بلوس بي. إذا غنطبق هاد القاعدة هنايا، إكس مربع ناقص تسعة راهي إكس مربع ناقص فوا أو كاري، ثلاثة وكاري راهي تسعة كتساوي صفر. ثم غنطبق هاد القاعدة راهي إكس موان تخوا إكس بلوس تخوا. كتساوي صفر، يعني هذا كتساوي صفر ولا هذا كتساوي صفر. إكس ناقص ثلاثة زيرو و إكس بلوس تخوا إيكالا زيرو. إكس غنخلي هنا إكس ناقص تروا، إلا حولتها للجهة الأخرى غتولي بلوس يعني تروا، لقيت الحل الأول. و هنا غنخلي إكس غنحول زائد ثلاثة للطرف الآخر غتبدل الإشارة غتولي موان تخوا. دونك المعادلة عندها جوج حلول، دونك تخوا إي موان تخوا، ثلاثة ناقص ثلاثة سون لي سوليسيون دو سيت إيكواسيون. غنخدم هاد المثال، إكس مربع ناقص ستة إكس زائد تسعة كتساوي صفر. إلا شفت مزيان هنايا راه غادي نتذكر واحد المتطابقة اللي قريتوها، هنا أ أو كاري موان دو أ بي بلوس دو أو كاري، راه هي بغيت ندير فاكتوريزاسيون راه هي أ موان بي الكل أو كاري. إذا غنطبق هاد القاعدة هنايا هي إكس أو كاري موان 2 fois 3x plus 3 au carré كتساوي صفر، راه هي x moins 3 الكل au carré كتساوي صفر. هاد القاعدة طبقتها هنايا، لأن x ناقص 3 كتساوي صفر، حيدت هاد au carré. إذا x كتساوي ناقص 3 غنرجعها للجهة الأخرى غتبدل لها الإشارة غتولي 3. هاد المعادلة تقبل حل واحد، دونك 3 هي لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون. دابا غادي نجز هاد العملية، 2 اكس موان ز او كاري ايكالا زيرو، اذا كتعطيني 2 اكس ناقص ان ايكالا زيرو، 2 اكس موان ز ايكالا زيرو. غنحط هنا دو زيكس، غنتخلص من الواحد غنحطو لهيه، غنبدل ليه الإشارة غيولي زائد واحد. إذا غنخلي إكس هنا كتساوي ليا واحد على هنا عندي الضرب، إذا ملي غنحولو غيولي عندي قسمين، هنا غترجع تحت. إذا هاد المعادلة كتقبل واحد حل واحد، دونك أن سيغ دو إي لا سوليسيون دو سيت إيكواسيون. ثم في الأخير غنجزو العملية الأخيرة، 3x موان 2 أو كاري إيكالا 9.
إذا دائما كنشوف مزيان قوة الملاحظة هي اللي كتخليني نجز العملية صحيحة. شنو غادي ندير؟ غادي ندير 3x ناقص 2 او كاري و 9 غنحولها لهذا الطرف، وغتبدل لها الإشارة هنا، عندي زائد ملي غتحول غتولي ناقص. لاحظوا جيدا كيفاش غنخدمها، كتساوي صفر. ملي غنجي نشوف مزيان راه هادي راه هي بحال عندي ا مربع ناقص ب مربع، هاد 9 غنرجعها 3 اس 2. إلا عقلتوا على هاد المتطابقة راه هي ا ناقص ب في ا زائد ب. باش ندير الجداد يمكن ليا نجز العملية. إذا هنا هي 3x ناقص 2 أو كاري ناقص 9 هي 3 أو كاري، هذا زيرو. هي 3x ناقص 2 ناقص 3 في 3x ناقص 2 زائد 3 كتساوي صفر. أ ناقص ب في أ زائد ب، يعني هذا كيساوي صفر أو بيان هذا كيساوي صفر. 3x موان 2 موان 3 إيكال أ زيرو، و 3x موان 2 بلوس 3 إيكال أ زيرو. غنجز دابا العملية عادي، 3x ناقص 2 ناقص 3 هي ناقص 5، مجموع عددين سالبين هو عدد سالب. غنخلي 3x في هاد الطرف ناقص 5 غنرجعها ليه، تولي زائد 5. x كتساوي عندي هنا الضرب 3 في x، إلا رجعتها للجهة الأخرى غادي يولا قسمة، هذا هو الحل الأول ديال المعادلة. و عندي 3x ناقص 2 زائد 3 فهي زائد 1، تمام. عدد سالب زائد عدد موجب، إشارة كتكون ديال العدد الكبير، العدد الكبير هو 3، إذا غتكون عندي زائد، ثم كنشد العدد الكبير تنقسم العدد الصغير، 3 ناقص 2 هي 1. كتساوي صفر. نخلي هنا 3x، واحد غنرجعو للطرف الاخر مسبوق بزائد غيولي هنا عنده اشارة ناقص. باش نخلي اكس هنا عندي هنا الضرب غادي تحول ليا القسم، اذا هاد المعادلة كتقبل جوج حلول. دونك 5 sur 3 moins 1 sur 3 sont les solutions de cette équation. سيبتكم هنا الفوق باش يبان لكم. اذا كما كتلاحظوا في جوج تمارين نوعت لكم الامثله باش التمرين اللي تحط لكم يمكن لكم تنجزوه. عاودوا هاد التمارين مزيان وكنتمنى تكونوا فهمتوا.